نرحب بكم مره تانية اعزائي المشاهدين. تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح مره تانية ومعاه اكرم توفيق. مستمرين مع كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاخطبوط الاخطبوط ودايما اكرم راجل المباراه الكبيره. كابتن اكرم مليون مبروك يا اكرم، بطوله غاليه والنهارده ثقه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي في لعيبه النادي الاهلي اللي دايما بتبقى الرهان عليهم، وشخصيه لعيبه النادي الاهلي ظهرت في ارض الملعب. الحمد لله رؤى، الحمد لله مكسب مهم طبعا في بدايه المشوار لينا وبطوله مهمه، وان شاء الله يعني ربنا يكرم كده في البطولات اللي جايه، وزي ما يعني وعدنا الجمهور وزي ما كابتن الشناوي قال طبعا بنوعد الجمهور بالبطوله دي، وان شاء الله البطولات اللي جايه ان شاء الله نقدر نتعب تاني ونموت نفسنا تاني في الملعب عشان خاطرهم. يعني انفعال جماهير النادي الاهلي مع كل لعبه الاكرم توفيق والاشاده والتحيه والاهات بتطلع من جماهير النادي الاهلي، بتمثل لاكرم توفيق مسؤوليه كبيره. انا عارف ان اكرم واحد من اللعيبه اللي بيقدر هذه المواقف. بص هقول لك على حاجه، انا يعني من يوم ما رجعت انا اهم حاجه عندي ان انا ابذل كل حاجه في الملعب عشان خاطر عيلتي وعشان خاطر الجمهور، والحمد لله رب العالمين. يعني مع الماتشات الدنيا بترجع تاني، ويعني البدايه ببطوله فده حاجه حلوه يعني ان شاء الله، فربنا يكرم يا رب واقدر اجمع رصيد كبير من البطولات يعني ان شاء الله. مارسيل كولر بعد نهايه المباراه جري على اكرم توفيق، عايز اقول حضن، ويعني حاجات بتلخص كلام كتير جدا، ثقه من المدير الفني في اللاعب اعتقد شفناها، ومشهد كان مهم جدا. يعني الحمد لله يعني الراجل مش مع اكرم بس، مع الناس كلها الراجل. سيبنا اتكلم. يعني الراجل مش مع اكرم بس، مع الناس كلها، يعني بيتعامل نفسيا كويس مع اللعيبه. ان شاء الله يعني نكون على قد القدر والمسؤوليه، لان فعلا يعني لعيبه كبار، ويا رب ان شاء الله يعني مزيد من البطولات عشان خاطر الجماهير وعشان خاطرنا احنا كلعيبه. يعني اشكرك يا اكرم وبالتوفيق ان شاء الله في الموسم ده والموسم اللي جاي باذن الله حبيبي يا روح.